السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في قناتكم اوريز نيوز. كنتمنى اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك ودير الاعجاب لهذه الفيديو باش توصل بزاف ديال المغاربه. المنتخب الوطني المغربي للكره السداسيه كيتمكن انه يتاهل للدور المقبل لكاس العالم للكره السداسيه اللي كتقام في المانيا وبالضبط مدينه ايسن. المباراه الاولى اكتسح فيها المنتخب الوطني المغربي منتخب اسكتلندا ب7-2. المباراه الثانيه فاز ب4-2، تعادل كيضمن ليه انه يتصدر المجموعه هذه. المنتخب الوطني المغربي اللي كيمثلو فريق زيتونه المراكشي هو اللي كيمثل المنتخب الوطني المغربي في هذه المنافسه هذه. كما شفتي بان الجمهور المغربي مل جميع جنبات هذا الملعب هذا ديال الكره السداسيه، واضعاف الجماهير اللي كاينه في الملعب كاين اضعاف على برما القوش المقاعد فين يجلسوا. المباراه الاولى دخلوا بعض الجماهير المغربيه اللي فازوا ب7، وعطاتهم اللجنه المنظمه انذار انهم غادي تقصوا المسابقه حاله ما دخل الجمهور مره اخرى. داكشي علاش غالبا كنسمعوا في البوك اللي كيتفرج الماتش مباشره بانهم كينصحوهم ما يدخلوش الملعب تفاجئا باش ما يتقصش المنتخب الوطني المغربي. نتمنى بان هذا المنتخب هذا اللي صراحه فاجئنا بالمستوى ديالو انه كيتاهل في الرتبه الاولى، نتمنى بانه يواصل التالق ديالو والانسجام بين اللاعبين اللي بين لنا لان هذا فريق زيتونه من مراكش اللي كيمثل المغرب احسن تمثيل. الاخوان منطوع بكم، نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.